عبد الله طبعا صف رابع بشرح لطلاب الصف العاشر انه عن الكمبيوتر والكومبوننت تبعت الكمبيوتر والهاردوير والسوفت وير وبعض المعلومات العامه اللي موجوده عنده. هلا اوكي عمر 12 صفي رابع عمر 12 كمل يلا. انا بعرف عن الكمبيوتر ايش الفاره. السلام عليكم. طلع الطلاب ايش الفاره والكيبورد والشاشه. شكرا. هذول الاربع شغلات فيهم مواصفات. نعم كمل الطلاب. الطلاب طلع الطلاب اشرح لهم هون لهم مش كيس. كيس لاني عن هذا الكيس مشان هذا شغل على الشاشة توصل الوصلة حتى يشتغل الكيس كله والفأرة توصل على بالكيس مشان تكبس كله يدخل مع بعض. مشان وتشكل وصلة الكمبيوتر. بحب التشك وغيرهم دائما بحكي عن هذا المصطلح. الكمبيوتر احسن منه لاني هو ما بيخلص شحنه ابدا. هاي ميزه حلوه حكاها يعني ممتازه. انت بدك توصله وتشكه. يعني ايمت ما بدك. شكله راح اشك كباب اخر شيء. كيبورد تيك توك وفي فاره مثل كيبورد. شو اسم الفاره بالانجليزي؟ اها يا سلام كمان عنده معلومات انجليزيه كمان لا تفكروا. مش بس كمبيوتر اي شيء انجليزي اي شيء بالعربي تيك توك. في مواصفات اذا بدك تنزل شغله في شغله لونها ابيض توصله عند كيس بعدين في هذا شغله لونها سوداء اي لون بس بتشكها هيك في لها كبسي. شك كل شيء شك. نعم يعني شك. شك. كيف تعمل سيخ الكباب؟ زي هيك. اللابتوب بس اللابتوب بيشحن بس الكمبيوتر أحسن من اللابتوب. لأنه يضل يشحن. ليش أحسن طيب؟ ليش أحسن؟ صار موصول بالكهرباء وأنت قاعد مكانك. تيك توك يعني أي شيء أي بدك لعبة في سي ديات. تدور على الكمبيوتر حتى يحركوا هون حتى يتحركوا هون حتى يسووا حلو انه هو قطع الكمبيوتر مشان هيك تدربوا حتى يصيروا الكمبيوتر هيك حتى نلعب بالكمبيوتر. طب شو بنستفيد من الكمبيوتر؟ شوف ليش بنستخدم الكمبيوتر يعني شو استخداماته؟ لا يعني شو بنستفيد منه؟ يعني شو ممكن نعمل على الكمبيوتر؟ بنستفيد منه بنعمل شغلات ألعاب ننزل برامج. برامج اوكي ننزل برامج بنساوي بنساوي هيك بنعمل شو بنعمل؟ وكمان في بتقدر تحط الوايرلس في كتبة تكتب هيك تحت حتى يطلع لك النت بدك تكتب كلمة سر وحتى يطلع لك واي فاي. ممتاز. نزل على جوجل تعمل هيك على جوجل. أنا حكيت لك يعني مش بس عندك معلومات حلوة في الكمبيوتر كمان عندك طريقة حلوة في الشرح وعندك طريقة حلوة في إنك بتخاطب الناس الكبار بتحكي مع الناس الكبار أكبر منك بعشر سنين وأكثر من عشر سنين كمان يمكن. أنا عمري 12. عمرك 12؟ لا مش 10 سنين. بس والله مبين الواحد فيكم أكبر منه 15 سنة مش 10 سنين. طلعوا يعني هاي طلع هاي. هاي شايفين؟ يعني مش سبع سنين ابدا. ما حدا علمني بشوف من مبين محمد نور زي ولي امره يعني من اخوالي هم بيعرفوا بالكمبيوتر هيك تعلمت منهم حتى اعرف. يا سلام عليكم ما شاء الله. سفوري يا سلام.